يا مساء الورد والاجواء الجميله الممطره عسى تكون خير عليكم ان شاء الله ننطلق اليوم في حلقتنا الجميله طبعا الجو اميزنج صراحه نواف سك الله بالخير. سك الله بالنور طبعا ايش رايك بالجو؟ أه اكيد الجو اتس سو اميزنج مثل ما يقولون. او ام جي صراحه الورد. yeah يا اوفر yeah. there yeah, oh اكيد yeah. مساء عليكم بالخير مشاهدين يا احلى مشاهدين برنامج رايكم شباب؟ الاجواء الممطره طبعا ان شاء الله تنزل تنزل وتغسل ذنوبنا وتنزل تغسل الارض اللي مسكينها صار لها تسع شهور منطقه بالحر فشيء وايد حلو وايد مميز الامطار خلونا نستانس بس. خليكم من تقحص ما تقحص خلونا نستانس بالجو والله يديم هذا الجو الحلو علينا بالكويت اكيد طبعا الله يديم المحبه والتعاون هذا فالخير ان شاء الله نزول المطر الله يديم التعاون والالفه على دولتنا الحبيبه الكويت وايضا الخليج والوطن العربي وتكون السلام ان شاء الله ونبتعد شاء الله. عن كل الانقلابات السياسيه وغيرها من مواضيع المطر شويه يخلينا نعنش بالاجواء الجميله لذلك اليوم راح نعنش في حلقتنا اليوم وراح ننطلق مع موضوع صحي عالمي انطلق في الكويت بمناسبه الشهر العالمي للوقايه من مرض السكري تحت عنوان حارب السكري بالتعاون مع وزاره الصحه ومعهد دسمان للسكري، راح نتكلم عن هذا الحدث بشكل اكثر منفصل، بس ابي اقول شيء قبل ما تتفضل تقول باقي فقراتنا انه كون الاجواء جميله ومطر، اتمنى مم. الكل يعني يكون بالسيف سايد سواء بالطريق يحط حزام الامان، مم. اترك مسافه بينك وبين اللي قدامك عشان يعني ما تسبب مشاكل خصوصا الجو مطر يخليك شوي نوع من الرعب بالشارع والاجواء المختلفه سواء بالمخيمات او غيرها. حلو، نوع من الرعب. اي رعب الشعر والله أيه. فديروا بالكم اكيد كل واحد ياخذ الحيطه والحذر وما لا داعي يعني ننبهكم ونبلغكم اكثر لان انتم اكيد كل واحد عارف نفسه وعارف شنو اللي هو يبي فنتمنى سلامه للجميع مثل ما انتم عارفين كل يوم اثنين نتناول طبعا قضايا شبابيه وهاتفه فاليوم راح يكون موضوعنا مو بعيد عن الصحه راح نتكلم اليوم عن طلبه الطب البديل في جامعه الكويت وتخصصاتهم اليوم في عندهم اعتراض وشكوى عن قرار وزاره الصحه بشان ما اسموه بتعسف وتهميش شنو التعسف شنو التهميش طبعا هو الطب المساعد في كليه الطب المساعد في جامعه الكويت فراح نتكلم معهم ونشوف اكثر شنو هذا التعسف وليش صار في تهميش اكيد راح نعرف هذا الموضوع في كل حياديه اكيد طبعا لذلك راح نتكلم عن خريجية طب المساعد كونهم انهم مسمين كصيدلاني او يقول طبيب مساعد اللي هو دائما نلاحظ ان طبيب المساعد للدكتور يقل شانه عن باقي التخصصات اليوم كدكتور او غيره رغم انه في بعض يتخرجون مو دكتور كمسمى دكتور ولكن يعطونا منصب واهتمام اكثر في مختلف التخصصات سواء ومعنا للعلم ان, أن طب المساعد تخصصاتهم نادره ومميزه ولكن راح نتعرف على اكثر تسليط الضوء على الموضوع القضيه لأن ما ما بين الدكتور او بعض الممرضين واللي متخرجين من الطب المساعد وصلت عليه بشكل اكبر ونتكلم عن هذه القضيه المهمه اللي تخصهم سؤال حلقتنا اليوم هل من حق الطالب ان ينشغل بمستقبله الوظيفي قبل التخرج من الجامعه <applause> اتوقع انا انت شنو رايك الموضوع؟ انا يعني بصراحه المفروض يكون هو يتفضح حق الدراسه نفسها ما ينشغل بالمستقبل هو خل البداية يحصل شهادته بعدين عاد المستقبل ان شاء الله راح يجيب وقته بس أنا هو قاعد يدرس <applause> تعطينا مشاكل حق الوظيفه صح. نفسها فهذا راح يشتت شوي بالعكس يعني دائما اشوف دول اوروبا والغرب يكون يستغلون الدقيقه والوقت والتايم عندهم بشكل okay. مهم وجميل ان انت تقضي وقتك بدل تطلع mm -hmm. كون احنا ما شاء الله نحب الطلعات ونطلع ونستانس، استانس ولكن انك تسوي بارت تايم mm -hmm. هذا البارت تايم اللي يسمى الوظيفه اللي هي بارت تايم اتوقع شيء جميل تعطيك خبره حق المستقبل الوظيفي يعني انا برايي انه بالعكس شيء حلو البارت تايم يعطيك منها تشانس انك تتعلم وتتثقف اكثر mm -hmm. في المستقبل الوظيفي وتختلط مع الناس والاجواء البزنس وغيره من الموضوع فانا مع هالشيء ونشوف رايكم ان شاء الله في طرق التواصل الاجتماعي. اكيد البارت تايم هو مهم حتى الدورات تكون مهمه على اساس ياخذها الطالب ويزيد ثقافته وانماءاته وان شاء الله بالمستقبل راح يكون يفيد ويستفيد ان شاء الله اكيد يفيد الدوله ويفيد البلد. انا قرات شويه بالموضوع انا اللي عرفته اللي عرفته تقريبا خلينا نقول انا ما بتكلم وايد بالموضوع بس اللي عرفته انهم الحين مو قادرين يشكون خيط ببره الا مع الدكتور المعالج. فهذا الشيء ممكن يكون يسبب لهم مثل ما تقول خلاهم يتكلمون ان في حزازيه صارت ليش الدكتور معالج وانا ممكن اتساوى مع ان انا يقولون ان تخصصهم من تخصصات النادره سواء كان فهمت. على الكويت على او على الخليج العربي فراح نتكلم أكيد. اكثر بالموضوع اكيد راح نتكلم عن اكثر والفرصه متاحه للجميع في التواصل معنا في برنامج رايكم شباب عن طريق الفيسبوك فيسبوك, فيسبوك دوت كوم سلاش رايكم وعن طريق تويتر رايكم اسوء ارقام موجوده اسفل الشاشه اللي حتى اذا ان شاء الله عندنا وقت عندك مداخله هاتفيه في هذا الموضوع كطلبه في الطب المساعد هذه فرصه جميله نتشرف في تواصلكم الدائم في برنامج رايكم شباب في اولى مراحلنا في هذا البرنامج الجميل والتغطيه الجميله اللي كانت برعايه وزير الصحه الدكتور علي العبيدي انطلقت فعاليات الدوره الثالثه من مسيره حارب السكري من نادي اليخوت لجزيره الخضراء بتنظيم مجموعه لاند مارك لرفع المستوى الوعي بالسكري بالتعاون مع معهد دسمان للسكري قد مع بعض هاي شباب رايكم شباب متواجد معاكم في كل مكان وزمان عشان كذا انا متواجد اليوم في ايفنت وفعاليه مميزه وراقيه وساميه هدفها توعيه المجتمع بداء السكري طبعا ما شاء الله الاجواء جدا مميزه والهتافات قاعده تعلو لهذا المهرجان الخاص بالمشي مهرجان المشي التابع لوزاره الصحه بالتعاون مع معهد دسمان للسكري ومجموعه لاند مارك مسويه مهرجان خاص بالمشي والمشي راح يكون من نادي اليخوت الى الجزيره الخضراء بمسافه 3.1 كيلومتر تابعونا عشان تشوفون التفاصيل انا الحين مدير العلاقات العامه والاعلام بوزاره الصحه الاستاذ فيصل الدوسري يعطيك العافيه الله يعافيكم وحياكم الله الحقيقه احنا شاكرين تلفزيون راي اللي الحقيقه الحمد لله انا ملاحظ ان متابعنا في جميع انشطتنا في الوزاره اليوم الحقيقه انطلق مهرجان المشي لتوعيه عن مرض السكر هذا المهرجان تزامن مع اليوم العالمي للسكر مهرجان توعوي انطلق مهرجان مشي انطلق من الخيمه المقابله لنادي الإخوت الى مسرح الجزيره الخضراء، الحقيقه هذا المهرجان توعوي بحت، احنا نهدف منه مشاركه الناس في توعية عن مرض السكر، هذا الحقيقه المرض الحقيقه اللي قاعد تشوفون منتشر وقاعد ينتشر بالكويت بشكل كبير وذلك لقله التوعيه عنه، التوعيه عن طريق الرياضه وعن طريق الحقيقه الاكل، التغذيه السليمه، احنا نبي نوصل رساله. للناس ان ان مرض السكر مرض خطير ويجب ان الحقيقه ان نتعامل معه ونحد منه بقدر الامكان سواء اليوم انا شاركت او او اخوي شارك او كذا نوصل هذه الرساله الى الى الناس برا أنا من النساء الفاضلات اللي اليوم في مهرجان المشي اللي منظمينه لاند مارك فتكلمينا اكثر عن سبب مشاركتك شلون سمعتي عنها؟ والله انا امس مر على البحر وشفت وسجلت وسجلت وحبيت اني امشي أنا, انا الحمد لله ما فيني سكري ولا شيء ولا اعراض الحمد لله, الحمد, لله الحمد لله لكن بنفس الوقت ان المشي مفيد حق جسم الانسان فحبيت اني اشارك يعني بنفس الوقت. نعم الله يحفظك والوقايه خير من العلاج، زين بعرف ايش كثر وقت خذيتي لقطع مسافه 3.1 كيلو والله انا تقريبا وصلت الساعه يعني 8 ونص او 9 ايه؟ يعني تقريبا بالحدود هذا. نعم ويعني الساعه 10 عشر عشر وربع عشر انا موجوده. هل تحبين المشي؟ اي نعم. دائما تمشين؟ والله انا يعني من فتره ما كنت امشي يعني بس حاليا يعني احب امارس المشي لأنه صراحه احس انه مفيد حق الجسم ونفس الوقت انه وقايه على قصة. كل الشكل اللي الصحة على فعاليات مسيرة حارب السكري طبعا هذا شيء وايد حلو بصراحة وايد مميز يوعينا ويفيدنا طبعا هذه المرة الثالثة صارت يفيدنا ليش؟ لأن احنا بحاجة مثل ما انتم شايفين يفيدنا مرة كما يقول الآخرون يفيدنا ايه؟ يفيدنا يفيدنا، يفيد عليه، مثل ما يقولون طبعا في وايد مرض السكر انتشر عندنا وخاصه بالكويت والخليج العربي، فشيء وايد حلو سوته وزاره الصحه انه توعي الناس عن هذا المرض، فيعطيكم الف عافيه وان شاء الله السنه الجايه والثالثه كلكم اكيد طبعا وشكرا ايضا بالتنظيم لاند مارك، وشكر م. للزميل صالح الراشد على هذا التقرير الجميل اللي كان من الصبح، يعطيك الف عافيه والمجهود الجميل دائما، نسعى لتقديمه لارضاء الجميع، وايضا اتمنى التعاون من كل الجهات في مثل م. هذه الاشياء والتعاون الجميل لكل الجهات لنا. الدور اتوقع وزاره الصحه ايضا نحتاج دور وزاره الداخليه في التنظيم ودور وزاره الاعلام في التغطيات وعمل الكثير فاتمنى التعاون من الجميع فكل هذه الجهود مشكوره باذن الله تعالى راح نكمل معكم مسيره برنامج رايكم شباب من بعد البريك خليكم معنا متواصلين معكم مشاهدينا وحلقه يوم الاثنين اللي دائما نطرح فيها مواضيع شبابيه وهادفه وبحته في اليوم راح يكون تخصص العلاج الطبيعي والعلاج المهني يعتبر من التخصصات الهامه والحيويه جدا في جامعه الكويت والنادره جدا في منطقه الخليج العربي لكن المشكله لمن يتم تهميش هذه الفئه فاليوم راح يكون حوارنا معهم. اكيد طبعا معنا ضيوف منورينا من كليه الطب المساعد في منهم خريجين في منهم على وشك التخرج كما اقيل لي من الطلبه والضيوف راح عن قضيه جدا مهمه وهو قرار وزاره الصحه بشان ان ما في صلاحيه للطبيب بعد التخرج مثل الصلاحيات الباقية للمتواجدين في نفس القسم لكن آه لازم ترجع لمشرف الخاص آه في هذا القسم راح أتكلم بشكل مفصل أكثر مع الطلبة المنورين معانا من اليمين آه أمين سر جمعية الطب المساعد هبة العجمي حياك الله الله يحييك يا الله يسلمك وأيضا أخصائي علاج طبيعي عبد الله أبو صقر حياك الله الله يحييك وايضا عندنا ط طالب علاج مهني محمد العنزي حياك الله وبالاخير طالب علاج طبيعي فراس الوغلي حياكم الله الله يحييك اكيد الله. مساء عليكم بالخير بلش معك اختي هبه بصفتك عضوه في جمعيه العلوم الطبيه المساعده ممكن توضحي لنا شنو إيه هي كليه العلوم الطبيه المساعده وشنو هي التخصصات التي تندرج تحتها اول شيء يعطيكم العافيه على الاستضافه مشكورين ما قصرتوا آه كليتنا بشكل يعني مختصر تشمل خمس تخصصات <applause> اللي هي العلاج المهني والعلاج الطبيعي والمختبرات الطبية والأشعة بنوعها، النوعين فيها الطب النووي والأشعة التشخيصية وآخر شيء إدارة المعلومات الصحية حلو هذا بشكل نقول بريف اختصر. وموجز عن الموضوع راح نتكلم ان شاء الله بشكل مفصل اكثر عبد الله ابو سكر حياك الله الله يحييك شلونك كونك انت اخصائي علاج طبيعي او نقول علاج مهني في فرق ما بينهم لذلك ودنا نعرف تعريف العلاج الطبيعي آه العلاج الطبيعي مثل ما قالت الاخت هي احد التخصصات اللي آه تندرس بكليه العلوم الطبيه المساعده وخريج العلاج الطبيعي يكون حامل شهاده آه بكالوريوس ومسمى اختصاصي علاج طبيعي آه الاختصاصي العلاج الطبيعي يشوف الحالات من الاعمار من النيوبون المولدين الجدد لعمر الشيخوخه الحالات اللي يشوفها تتنوع آه سواء تكون كتاهيل او اعاده تاهيل الاعاقات الحركيه اللي تكون ناتجه عن الكسور او الحوادث وايضا اختصاص العلاج الطبيعي يكون له دور مع حالات الجهاز التنفسي والقلب ولا دور ايضا مع الاطفال سواء الاعاقات الخلقيه او اول ما يولدون او هم الاعاقات اللي مثلا من الحوادث او من الحياه اليوميه. جميل, جميل. الطبيعي دائما نسمعه خصوصا بالحوادث كفانا الشر ان شاء الله فالعلاج الطبيعي جدا مهم فاتوقع يعني جهود تتعبون عليها لانك لازم تدق بشكل طبيعي ومكثف عشان توصل لنتيجه. انت معك يا اخوي محمد بصفتك طالب في قسم العلاج المهني تدرس في السنه الخامسه فممكن تكلمنا او توضح لنا تعريف تخصصكم في مم. يعني السنه الخامسه. أه يعطيكم العافيه اول شيء. الله يعافيك. بالنسبه حق تخصص العلاج المهني من الاسم مم. عندنا المهني او المسميات الاخرى عندنا علاج بالعمل او العلاج الوظيفي. مم. كلهم معناهم شنو؟ ان المريض زين اذا حاشته مشاكل بالمهنه مالته اللي تشمل مهنته يعني كشغل مم. او ان انشطته اليوميه حياته الخاصه ابسط الانشطه كتمشيط الشعر مثلا الحياه الخاصه بالمنزل مثلا شلون يدش الحمام وكرامة غيرها من الانشطه. فاي اعاقه تحوشه بهالمواضيع احنا نتدخل فيها يعني مثلا نروح نحاول نخليه يجاوب الانشطه ويقوم فيها باكثر قدر من الاستقلاليه واعتماد على الناس من غير الحاجه حق غيره وبنفس الوقت نحقق شيء حق المريض انه والله انا عندي قدر من الاستقلاليه اني اقدر اسوي شيء بروحي من غير مساعده حق الناس هذه وايد لها قيمه كبيره عند ما شاء الله انا اللي قاعد اشوفه اول مساء من يعني جانب تخصصاتكم من انتم اللي تسوونه يسوونه الدكاتره الموجودين يعني ما شاء الله احنا يعني تساعدون احنا المرضى احنا اوكي نساعد المرضى بس مم. يعني كل في مجال اختصاص احنا مم. كفريق طبي ما حد يدور يعني يجي يجي يعني يتجرا على مو يتجرا يعني بنقولها يتجاوز كلمه يتجاوز حقوق او دور الثاني اكيد يعني كفريق لازم نتعاون احنا نجتمع نشوف الحاله اللي عندنا ونروح نعالج فيها على حسب التخصص اكيد طبعا بس محمد. يعني حق اقطع كلامك التخصص العلاج المهني مو بس مختص بهذا بهذا الجانب يعني هم يهتم شغله ثانيه اللي هي بيئه المريض. بيئه المريض مثلا اذا كانت هي تعيقه من ناحيه نفسيه ولا من ناحيه يعني الاعاقات الجسديه الموجوده او شيء كذي، فاحنا هم نهتم ان نوفر بيئه مناسبه حق المريض، مثل الأبسطة بالمجمعات يعني مكان مخصص حق المعاقين تحصل، تحصل فيه رفعه حق يعني يقدر يصعد عليها وكذي، صحيح. يعني ف... تخصصنا شنو يتميز فيه إن نظرته الشموليه للمريض. انا اطالع بيئته اطالع النواحي النفسيه اطالع النواحي السلوكيه اطالع النواحي الجسديه سبل وين العلاقه موجوده توفر له سبل الراحه سبل الراحه بحيث انه يمارس حياته بشكل يعني كثر ما يقدر مرتاح هذا على حلو, حلو. أيوه. بما معناه انه لكل طالب ولكل تخصص معين القدره على السيطره على حاله معينه بما معناه انه قاعد نتكلم عن القرار اللي صادر من وزاره الصحه بعدم مساواه في كل الطرفين مع الدكتور الا تحت اشراف دكتور اخر او شخص متخصص في نفس المجال انتم ما شاء الله ذو كفاءه يعني أنت قاعد تخصصون في مجال لاجل عمل معين فهذا يعطيكم نقول القدره الكامله على انك انت تشخص الحاله وايضا تعرف العلاج في راس ننتقل لك حياك الله من جديد طالب علاج طبيعي عدل حياك نعم، الله طبعا نتكلم عن الطالب اللي يتخصص في الطب المساعد في الكليه هو عارف انه هو ما راح يتساوى وتكون نفس كفاءه الدكتور واسمه بالنهايه هو طبيب فانت شنو رايك بهذا الموضوع؟ هو اولا هو مو تخصص طب مساعد يمكن قصدك كليه العلوم الطبيه المساعده مثل ما أيه؟ قالت اختي هبه يشمل عده تخصصات من ضمنها تخصص العلاج الطبيعي. صحيح. آه والتخصصات الاخرى طبعا آه طبعا كل هذه التخصصات هي عباره عن علوم مستقله على التقنيه بحد ذاتها مم. مثال العلاج الطبيعي مثل ما قال اخوي عبد الله هو علم يهتم بالحركة الطبيعية الحركات اللي يقوم فيها الانسان طبعا والطبيب او العلاج الطبيعي يحاول أن يرد له هذه الحركات وهذه القدرات لدى المريض. بشكل طبيعي او باقصى درجه انا اقصد عفوا أه عدم مساواتهم اي اي يعني اقول لك شغله إن احنا بالتالي احنا علم مستقل احنا أخصائي علاج طبيعي احنا لسنا مساعدين الاطباء احنا علم مستقل بحد ذاته لكم تخصصكم الخاص أكيد ولكم مثل ما يقولون هو دكتور خاص وانت هم إيه دكتور خاص بس بمجالك إيه نعم بمجالي وبالتالي المستفيد هو المريض كنا نجتمع عشان خدمة المريض أكيد كنا نجتمع عشان المريض فمشاهدينا بدينا ندش بالموضوع أكثر بعد الفاصل راح نتعمق بالموضوع أكثر ونشوف مطالبهم ففاصل ونواصل بعد الفاصل مستمرين بالموضوع الطبي الجميل مع حضور انا بسميهم اطباء المستقبل اللي حاضرين معنا طلبه بكليه الطب المساعد في جامعه الكويت حياكم الله من جديد. ننتقل معاك يا هبه لما نتكلم في صلب الموضوع وهو القرار اللي أطلقته عليه هو تهميش هذا التخصص للطلبه انكم تصيروا مساعدين اطباء في هذا الموضوع فشنو التهميش اللي تقصدون فيه؟ هو القرار مضمون بما معناه م. يتكلم عن نقطتين النقطه الاولى ان اي تشخيص حاله طبيه تكون من مسؤوليه الدكتور فقط م. بالنسبه حق النقطه الثانيه ان اخصائي العلاج المهني او العلاج الطبيعي اللي هم احنا م. مو من مسؤوليتهم يشخصون م. الحاله الطبيه ولا من مسؤوليتهم يتابعون المريض صح بنفس الوقت مو من حق يقول حق المريض نتائج الفحوصات. فلذلك تصير ما عندكم صلاحية باتخاذ القرار رغم انتم على درايه في هذا الموضوع، يعني أبو. هبه هل صار موضوع معين خلى وزاره الصحه تتخذ مثل هذا القرار؟ اكيد كثره اطباء الطب الطبيعي بالكويت هم اللي استغلوا هالنقطه وهم مشوا دور. حلو، معانا مداخله هاتفيه طبعا مع رئيس قسم العلاج الطبيعي بجامعه الكويت كليه العلوم الطبيه دكتور هاشم الرويح هيشام. هشام الرويح، هشام هشام يعطيك العافيه. اهلا اهلا مساء الخير يعني. مساك الله بالخير. بالبدايه أنا بنعرف رايك الاكاديمي والطبي بهذا القرار. هو بدايه مساء الخير لكم ولمشاهدينكم وشار لكم شاكر لكم حرصكم على مناقشه القضايا الشبابيه الطلابيه. طبعا بدايه اوضح ان هذا القرار في الفتره الحاليه بالنسبه الطلبه ما ياثر على تعليمهم وتحصيلهم العلمي، هو حقيقه ياثر على ما بعد التخرج. طبعا في في قسم العلاج الطبيعي نحرص على ان نعلم اولادنا المهارات الكلينيكيه اللي يحتاجونها بحيث انهم اذا التحقوا في سوق العمل يستطيعون انهم يتعاملون مع المرضى ويكونون جزء من الفريق الطبي اللي يختص بعلاج المريض طبعا الهدف النهائي هو مصلحه المريض والوصول فيه الى حاله صحيه اذا ما قبل اصابته سواء كانت اصابات عضليه عصبيه الى اخره. يعني نقول وصولها دكتور هشام الى حاله مستقره. طبعا بالضبط. انزين دكتور انت ضد مع ولا ضد هذا القرار؟ يعني بكل صراحه القرار الصادر لا. من وزاره الصحه. لا طبعا القرار هذا ينتقص من قدرات الكلينيكيه للطالب او لاخصائي علاج الطبيعي او اخصائي علاج المهني عقب ما يتخرج. <applause> لانه ينتقص من قدراته الكلينيكيه احنا علمناها هي من خلال المحاضرات والتدريب المي... الميداني الكلينيكي فهذا بالتالي ما يخلق فرق طبيه متعاونه تصل بالنهايه الى الاستقرار للمريض فهذا بالنهايه مو هو بصالح المريض بالدرجه الاولى ولا هو بصالح طبعا اخصائي العلاج الطبيعي وابناء طلبنا بهالوقت الحالي يعني بناء على كلامك دكتور انت ضد مع هالقرار لا 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 في لان انت قاعد عفوا دكتور انت تفضلت وقلت انه بالنهايه انت قصدك راحه المريض نفسه لا 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 انت هلا اشرح لي المريض ما انا ضد القرار لانه ينتقص من قدرات لان انت قاعد تاخذ كثير من الاشياء اللي ممكن اخصائي العلاج الطبيعي يقدمها للمريض حلو وتلقيها بس على عاتق الطبيب كاني قاعد اقول انه بس الطبيب وهو اللي قادر على علاج المريض وان اي شخص ثاني ما يقدر يساعده هذا غلط هذا الفكر الطبي انتهى عصره مم. اكيد وصلت الصوره بس دكتور نبي تاثير هذا القرار على المهنه والدارس والمريض طبعا يعني على مستوى كوني انا استاذ في جامعه الكويت رئيس القسم طبعا اكيد هذا راح ياثر على اعداد الطلبه اللي ممكن يترقوا في دراسه هذا التخصص هذا من جهه هذا من جهه الطالب من جهه الاخصائيين العلاج الطبيعي طبعا راح ياثر على قدرتهم على اتخاذ قرارات طبيه مم. تشخيص علاج المريض وبالتالي كانك قاعد تلغي دوره. يعني كطلبه ممكن راح تقلل النسبه بالسنوات الجايه اذا تم القرار نفسه؟ اكيد اذا اذا عرف الطالب انه بالنهايه راح يكون ما له قدره على التداخل, التداخل مهمش وعلاج ومهمش اكيد راح ياثر على رغبته في في اختيار التخصص. حلو زين دكتور يعني من خلال كلامك ان انت ضد هذا القرار فودنا نعرف رساله من دكتور هشام لاصحاب هذا القرار اللي حسب اللي يعني عرفناه انه نت... هو مو مدروس مسبقا اكيد طبعا احنا نتمنى من وزاره الصحه انها تراجع عن هذا القرار تاخذ في نظر في عين الاعتبار ان الفرق الطبيه اليوم ما هي بس الطبيب الفرق الطبيه عباره يعني عن مجموعه كبيره من الاخصائيين اللي ممكن يساعدون في وصول المريض الى الحاله ما قبل الاصابه او قبل المرض يعني فيوصل حاله مستقره وبالتعاون مع الاطباء والفريق الطبي المتكامل اكيد كل الشكر لك دكتور هشام نرويح رئيس قسم العلاج الطبيعي بجامعه الكويت كليه العلوم الطبيه يعطيك العافيه شكر طبعا للدكتور على مداخلته الهاتفيه واهتمامه وحرصه مثل هذا الموضوع وان شاء الله القرار يترحل ان شاء الله ارحل يتراجع عنه ويلغي ويكون لكم الطاقه الكافيه في اتخاذ القرار وانتم قدها ان شاء الله في هذا المجهود واحنا مؤمنين ان قدره الطالب الكويتي على الانجاز فعلا موجوده عبد الله نعرف عن العلاج الطبيعي شوي نتكلم عنه بشكل مفصل واكثر وين الاماكن تواجد فيها وشنو هو العلاج الطبيعي نفسه وشوي ما يخاف خلينا نتكلم عن الرواتب الخاصه فيهم. اول شيء الاماكن اللي يقدر يشتغل فيها اختصاصي العلاج الطبيعي وايد مثلا عندنا بالكويت وزاره الصحه بمستشفياتها وطبعا كل مستشفى فيها تخصصات يعني اكثر من تخصص سواء كاطفال اعصاب الجهاز القلبي والتنفسي على على حسب التخصصات وفي غير المستشفيات في مثلا هيئه الشباب والرياضه <applause> كإصابات الرياضية والنوادي وهم في بعد وزارة التربية أول سنة بطلوا حقنا إحنا كخريجين في مدارس الاحتياجات الخاصة اللي تبع وزارة التربية وغير هذا في يعني ما شاء الله في الكثير من الاماكن اللي ممكن تواجد فيها اختصاصي او اخصائي العلاج الطبيعي خلينا نتكلم عن الرواتب ولكن ما انا بقول بالضبط المبلغ ولكن هل هو مناسب لمثل هذا التخصص هو الرواتب توها حاشتهم زياده حلو بس هم يظل انه مو مناسب يعني لو تقارنها بالدول الثانيه تشوف ان الرواتب اكثر من اللي احنا نحصل بالكويت جميل حلو طبعا زياده شملت الكويت كلها فما ادري اذا كان لكم زياده خاصه فوق الزيادات الموجوده بالكويت ما أتوقع زيادة خاصة. زيادة خاصة فيكم. يعني راضين عن زيادة؟ والله. أنت مو راضين عن القرار بس راضين عن زيادة؟ مو راضي انا, أنا, أنا, أنا نفس أن ما ما يفرق. بشكل مجمل لأن هي. بالعكس إحنا المفروض نكون متميزين عن الدول هي. البقية هي. كون الدولة يعني ما شاء الله هي. كل شيء هي. متوفر لنا كسواء طبية أو ككادر أو المبالغ المادية. حلو محمد انتقل لك ممكن تبين لنا أماكن اللي يشتغل فيها المعالج المهني؟ طبعا مثل ما قلت لك أنا بسا تخصص علاج المهني تخصص شمولي. فهذه الشغله تميزه عن بقيه التخصصات انه يقدر يتواجد باكثر من مكان. مم. يعني احنا نقدر نتواجد مثلا بالقطاع الصحي، مستشفيات بشكل عام، مستشفيات تأهيل الصحي، مثل مستشفى الطب الطبيعي. عندنا بعد من المدارس ذوي الاحتياجات الخاصه موجودين معالجين مهنيين. وعندك مثلا مال التوحد، مركز توحد موجود. مركز توحد اي مركز مم. توحد هم في لنا هناك. لنا دار بعد ندش بالمصانع اصابات العمل شلون يعني الوقايه من الاصابات شلون يعني الشغل نفسه شلون الوضعيه شلون الوقوف يعني حق اللي قاعد يشتغل هم نفس الشيء احنا ندخل بالاشياء هم بعد اساس ممكن... زياده انتاجيه إيه العمل عندك إيه راح هم يستفيدون انا شايف ان تخصصكم ما شاء الله ان كل شيء فيه بالمهنيه ممكن شرحت فيه بالبدايه كل يعني حياه الانسان معروفه كلها عمل وانشطه يعني صحيح يعني فبشكل عام احنا راح ندش محمد احنا تكلمنا في نقاش نقول هو عن موضوع المكافاه الجامعيه اللي ما تقدم لكم في الكليه يعني اتكلم فيها؟ اتكلم عادي في راحتك؟ شوف اول شيء خليني اشرح انا على تخصصنا. بطل التخصص الحمد لله يعني وفضل جهود الدكاتره الموجودين جهود الكليه مم. بطل تخصص سنه 2009 استقبل اول دفعه كانت 20 طالب وطالبه زين قلوا لين وصلوا تقريبا الحين حدود 16 تمام في دفع ورانا يعني تقريبا للحين سنه في سنه اولى ثانيه وثالثه ورانا إنزين. يوم استقبلوا الدفع الحين انت بشكل عام يوم تشوف تخصص عندك 15 طالب إنزين هذا يعني نظرة اول دفعه اول, أول شيء على مستوى الخليج إنزين. انت اول دفعه الكويت سباق الموضوع والثاني خصص نادر والشرق الاوسط هم انت سباق الموضوع 15 طالب يعني يوم اسمع انا تخصص بيتخرجون منه 15 طالب اشكر هذا نادر زين يعني منو منو راح يشيل المسؤوليه كلها منو اللي عليه الضغط الجبار راح يصير مم. كله على هال 15 انا عرفت ان يعني. انتم اقليه بالنسبه لاعدادكم أعدادكم من وهذا رب ليش اربع اصوات تفرق خلص <applause> <خلاص> الانتخابات أيوة. <سلعة. تصفيق> وهذا ليش ليش اللي مخلينا يعني حقوقنا ما تبين بالوزاره يعني. خلنا نكمل بعد الموضوع خلصنا الحين سنه اولى ثانيه ثالثه كل هالسنين فيها مطالبات من مختلف الجهات سواء عن طريق دكاتره عن طريق الروابط يعني طالبنا السنه فاتت هم نسال وين تخصص النادر <applause> يعني كان في اعذار ما ادري شنو الاحتجاجات يعني الموجوده بس انه ماكو شيء يقول لك والله خلاص استوب والله مم. ان هذا عذر كافي يعني اوريدي انتم كان عندكم الحق موجود الحق موجود والطلبه مستحقين مم. وبس يعني هذا مظلوميه صايره حق تخصص علاج المهني مم. على مدى خمس كورسات للحين ما استقبل ولا ولا شيء وهم نفس عندكم زياده كون انتم تخصص المفروض في زياده بس انه شنو هالشيء أثر على الطلبه اللي يقدمون على القسم مم. يعني بدال ما تيك دفعه قويه يعني مثلا 30 طالب وزيد العدد لا قاعد على 15 على 20 انت قاعد تقول 30 المفروض 100 200 اي يعني التخصص يصير في عليه التخصص حلو ومرغوب بس انه يعني انا كطالب ادش اشوف والله ما في مكان تخصص نادر اقعد اقول لا ما احتاج التخصص يعني شو اللي يميزك؟ راح اقول حلو يعني النظره يعني ستب... هذه في شيء توظيفه بعد؟ بس آه شو اسمه يعني خذ اللي, اللي بقلبك طلع طلع, طلع هذا من باب وايد يعني هذا قولوا زين يعني التخصص بس انا ما تكلمت ما اعطيته حقه يدرس على مدى اربع سنين ونص مم. زين التخصص حصل على على الاعتراف العالمي بفضل جهود الدكاتره ما قصروا اعتراف عالمي يعني يرفع اسم الكويت عالميا في دول متقدمه لحين ما حصلت الاعتراف فهذا يعني وايد شيء مشرف حق الكويت بس احنا ما حصلنا اعلاميا ما لقينا له اي صدى اه يعني حتى انه يعجل بموضوع مكافاه التخصص النادر او انه يعجل بمواضيع تحمس المتخصصين ماكو ما حصلنا شيء حلو اكيد الحديث يطول معك ننتقل لك فراس لو تكلمنا عن او نتساءل يعني انا شخصيا قاعد اتساءل بما ان تخصصكم نادر هل تعتقد ان الوزاره نفسها وزاره الصحه كان لها اسبابها الخاصه باختيار هذا القرار؟ أه اللي انتم تعتبرونه تهميش لكم اوكي التخصص النادر هو يعني يحدد من خلال اجتماع من قبل الاداره الجامعيه اجتماع العمداء طبعا يكون هذا يعني مردوف في احصائيات من قبل وزاره الصحه، فنتكلم اليوم مثلا عن تخصص العلاج الطبيعي مم. احصائيات وزاره الصحه تقول احنا محتاجين علاج طبيعي، فيستاهل فالعمداء يقرون هذا يستاهل انه يكون تخصص نادر. ولكن قاعد يعني هم بعد للاسف تخصص الاو تي او اللي العلاج المهني. العلاج المهني. للحين ما عندك يعني كم كم واحد يشتغل او تي بالكويت؟ يعني بالاصابع. وللحين ما تخرجوا ترى الحين على تخرج. مم. فهذا من غير احصائيات شيء المفروض انت تحفز الطلب انه يدشون تخصص الاو بس انا سؤالي هل مم. الوزاره هل الوزاره لها وجهه نظر معينه في اتخاذ هذا القرار وجهه لا هذا الشيء او آه تم اخذ رايكم بالموضوع نفسه انه يكون تخصص نادر او لا <applause> اي هذا مرتبط بالاداره الجامعيه يصير في اجتماع للامداء مم. طبعا هم يحتاجون الى دليل لأدلة ادله الى احصائيات انه يحسب <applause> تخصص نادر يكون من خلال وزاره الصحه. نرجع على <applause> القرار نفسه نعم. اللي أنت تقولون يخلي يهمشنا او يهمش دورنا او انتقل لتشبه اختي هبه لو تكلمنا عن القرار المتخذ انه تهميش دوركم مثل ما تقولون فليش تعتقدين ان وزاره الصحه اخذت هذا القرار؟ مثل ما قلت لك هو يعني او شنو هذا اللي نبيه بالضبط؟ زياده اعداد اطباء الطب الطبيعي بالكويت <applause> هم اللي خلوا هذا الفرق الواضح او بين دورنا ودورهم كاطباء هم كفيزيشنز فاتوقع ما كان له دراسه معينه وراح نتكلم يعني عنه أن اكثر ما قال تفضل هذا القرار باختصار ارضاء ناس على ناس ثانيين لان هذا القرار صدر للاسف من الوكيل السابق قبل لا يطلع بكم يوم زين قطع القرار ومشي وينهم قبل ثلاثين سنه؟ 30 سنه موجود الاس طبيعي الحين صار جاي يعني القرار بعد ثلاثين سنه صار لازم اضاء ناس على ناس اخرين اي اضاء ناس بالنهايه ناس آخرين. بالنهايه هذه إيه. آه نقول وجهة نظر راح طيب. نتكلم عنها اكثر بشكل مفصل اكثر طبعا ما شاء الله الوقت داهمنا بسرعه نطلع فاصل مم. ولكن آه راح يكون لنا ان شاء الله الاطاله بهذا الحديث الجميل ولكن من بعد البريك مواصلين معكم مشاهدينا وحلقتنا النقاشيه وموضوعنا خريج الطب المساعد في الكويت وعدم حقيته في اتخاذ قرارات طبيه دون اشراف طبي وعدم رضا طلبه الطب المساعد بهذه القرارات. اكيد طبعا صراحه متشرفين في نهايه هذا البرنامج بوجود الرباعي الجميل من كليه الطب على المساعد فيه. ان شاء الله اشوفكم متخرجين والقرارات اللي انتم تحتاجونها واللي تسعى في تحقيق بالنهايه نقول العلاج في المستوى الكويتي وارتقائه بفضلكم ان شاء الله. فراس لما نعم نتكلم عن الجانب نقول الاعلامي و الصحافه نلاحظ فترة الاخيره الصحف المحليه قاعد يعني توضح ان الطالب كليه الطب المساعد ملزم بتنفيذ القرارات وخطه الاطباء ان ملزمه ان ما ياخذون برأي العلمي يعني ولا كانه مؤهل علميا صحيح فايش رايك بهذا الموضوع للاسف هذا الكلام قاعد يقوله صحيح يعني لحد ما للاسف عندنا معظم الاطباء ما عندهم ثقه او علم في مجالات العلوم الطبيه المساعده المختبرات وغيرها وغيرها، خصوصا إحنا اليوم حلقتنا عن العلاج المهني والعلاج الطبيعي. أه حاب اذكر شغله الله يذكره بالخير عميد كليه الدكتور سعود نوجه له تحيه. اكيد طبعا. وهو يقول المشكله بالكويت أه خصوصا وزاره الصحه هي مشكله فكر وثقافه. أه للاسف الطبيب عندنا بالكويت انا مو قاعد اعمم يعني في بعض البعض يعني بعض الاطباء. في بعض الاطباء مم. يرى نفسه انه هو العالم بكل شيء حتى بتخصصات اللي هو مو بالتالي قاعد يعني يقول احنا عباره عن تخصصات مستقله بحد ذاتها. احنا اخبر فيها. فضروري يكون الطبيب يعني يرجع يرجع لنا في بعض الامور. مم. صحيح؟ وهذا الافضل صحيح. أنا... آه مثل ما احنا ما نتدخل بشغله على فكره يعني مثلا اعطيك مثال احنا هم ندرس علوم آه عن الميديسنز الفارما وهالسوالف بس ما نتدخل فيها مم. ما نتدخل فيها بشغله المريض. عند يعني عند الطبيب فشلون في مثل ما هو ما يحب احد يتدخل بشغله او يصير انترفيرنج او انه يدش هم علينا بس ممكن يكون هذا من حقه لانه هو دار شغله انت مو من حقه وانا هم بعد من حقي انا دار شغله وهو متخصص مدارس فيها حاجة. متعمق متخصص أكثر. فيها ومتعمق فيها اكثر مم. صحيح أه بالنهايه انا اقول هذا هذا القرار لو تم تطبيقه بحذافيره راح يلغي سنين الدراسه الاربعه كلها اللهم مم. على كورس كورسين مم. يعني انا الحين قاعد ادرس علوم امراض تشريح فيسيولوجي يعني شموليه في الموضوع شموليه اي واعرف شلون احط خطه علاجيه واهداف في العلاج والتشخيص مثل ما مذكور بالقرار انه يمنع كل هذا بالتالي رغم انتم مهيئين بالتالي يمكن 75% او اكثر ينلغي من دراستي يعني على هذا القرار انا ادرس سنه بالكثير سنه ونص خلاص ما <مع> داعي سنين حلو اكيد لو ارجع لك عبد الله اكيد بما ان الوقت بدا يمشي فحابين نعرف شنو هي مطالبكم سواء كان القرار او غيره محمد ولا عبد الله لك انت أو اوكي محمد بالنسبه حق مطالبنا حق هالقرار اول مطلوب عندي انا يعني كممثل عن الطلبه الحين بالمكان يعني اذا انتم بتسوون هالقرار يا وزاره الصحه مع كل خالص احترامنا وتقديرنا لكم اذا بتروح تسوي القرار لازم ترجع للجانب الاكاديمي، حل. احنا شنو درسنا؟ ما قاعد ندرس احنا مثاليه بالموضوع، مه. قاعد ندرس واقع، قاعد ندرس اشياء خذوا عليها يعني ان امتيازات وان اشياء صحيح. مثلا تحقق المعايير العالميه، مه. فاذا انت قاعد تعطينا صوره مثاليه بالدراسه، ليش تروح بالجانب التطبيقي تروح تكنسل كل الموضوع؟ صحيح. يعني الغي الموضوع، لا تتعب الدكاتره، لا تروح تدفع زياده، وفر على نفسك وقت وفلوس، زين؟ بالمقابل خلينا نشتغل يعني الناس اللي تبي. او انك تروح تراجع الاكاديميا تراجع شنو المناهج الموجوده، شنو الطريقه المناسبه حق العلاج المهني والعلاج الطبيعي انه يشتغل معك زين؟ وبهالحيثيه وهالطريقة انه راح نشتغل مع يعني اللي انا افهمه انه تفضل. بس انك اكمل، يعني انه المطلوب احنا مو قصدنا الغاء الطرف الاخر، احنا مو عقليات انه والله خلاص الطبيب ما له ما لا شغل، لا بالعكس احنا نبي تعاون، احنا فريق واحد، يعني نبيكم انتم تساندونا. <applause> يعني مو اللي يقول لك والله انت دورك بروح <applause> ودورنا احنا كمعالجين اكيد بصف اكيد بصف كل واحد بالنهايه يبي التقدير ومثل ما قال فراس ان انتم قاعدين تدرسون وتتعبون بالسالفه فتبون التقدير حق <applause> هذا لكن اضيف بس نقطه على كلام اخوي آه من خلال هالقرار القرار لكم اياه هذا دليل للاسف ان بعض الاشخاص في وزاره الصحه قاعد يصدرون هذه القرارات يعني هذا هالقرار قاعد يقزم دور من ادوار قسم من اقسام وزاره الصحه م. م. بدون معرفه الوزاره او قائمين على هذا القرار بخبره ومعلومات هم. هذا القسم العلاج الطبيعي والعلاج المهني اكيد صحيح آه وهنا نحب نقول شغله ترى الطبيب احنا مؤمنين بان الطبيب هو رئيس الطاقم الطبي ما عليه ما عليه خلاف جميل ماكو مشكله مسؤوليه الطبيب معي زين هو بس ريفيرنج ان هذا المريض محتاج علاج طبيعي وعلاج مهني هم. يوصله لك وانت يوصله لي وانا اقوم بالدياجنوستس اقوم بالفحص وخطه العلاج والى اخره هم. فهمت شلون؟ ولكن هو مودي. بالنهايه هو يعني دائما الدكتور يحطونه هو مسلط الضوء والاشراف الكامل على الحاله بالنهايه ولكن طيب. بالنهايه احنا يعني عبر برنامج رايكم شباب دائما نحب نوصل رساله طلابيه او رساله الشباب بشكل عام وهي تمثل وجهه نظر من العموم وان شاء الله تكون بالنهايه يعني فال خير لكم وتوصل هذه الرساله ويتعدى الموضوع ولكن محمد تو شنو قال؟ قال خمس سنين بعدين يعني هو قال لي اربع سنين راحت فهو متاخر لا لا اربع سنين يعني ونص. اربع سنين ونص. اربع سنين ونص. بس هو أي يعني هو خمسة. <تصفيق> <تصفيق> انت خمسه قلت اول شيء يعني هالخمسة. الخامسه الخامسه زين عبد الله انت شلون تشوف السنين الدراسيه هل هي كافيه كطالب في كليه الطب المساعد انه اربع سنين ونص ولا تحتاج اقل او زياده؟ احنا اول شيء كتخصص علاج طبيعي احنا اربع سنين مو اربع اربع سنين ونص مم. العلاج المهني هو اربع سنين ونص اول شيء كبرنامج اللي موجود بجامعه الكويت برنامج يعتبر ان في برنامج مطور اكثر منه اللي هو دكتور اوف فيزيكال ثرابي. هذا البرنامج للحين ما تطبق والقسم قاعد يشتغل عليه، أه. هذا البرنامج هو اللي يكون عدد السنين اللي فيه تكون المضبوطه تكون خمس سنين واللي يتخرج منه يكون دكتور علاج طبيعي. أه. ما يكون بكالوريوس علاج طبيعي. الاربع سنين اللي الحين موجوده ان الكميه المعلومات وايد اكبر من الفتره اللي محددينها لكم ايه يعني محددينها لنا. يعني انت ان أه اربع سنين مو كافيه اربع سنين مو كافيه اذا احنا في كليات ثانيه في جامعه الكويت يقعدون خمس سنين وهي ثلاث سنين تخلص وحين الكليه تحتاج اكثر من اربع سنين شنكو بعد شنكو بعد <applause> <applause> ننتقل أختي هبه طبعا لو تكلمنا عن التخصص بالكويت هل يدرس يعني على اخر احصائيه موجوده بالدراسات اللي برا يعني متماشين معاهم بالمناهج ولا احنا متاخرين عنهم هو تقريبا ماشي معاهم بس في فرق مع القرارات التعسفيه اللي قاعد يضيفونها لنا والمنشات اكيد فالقرارات هي أيوة. قاعد تازم حركتكم في التطور يعني شيء طبيعي بس شنو الفرق؟ الفرق لك نمط دراسه يعني أي. والله ما ادري عن دراساتهم برا بس يقولون احنا نفس الشيء ما نبي نرجع لموضوع اخوي يقولون لا بس خليني اجاوب على هالسؤال عندنا المناهج بالكويت <applause> متطوره يعني ك مثلا ككتب كريسيرش ك كالمصادر التدريس الكتب والمصادر اللي نستخدم اللي يستخدمونها القسم كدراسه متطوره ويعني جديده وكاجهزه مثلا وقاعات تدريب بالكليه هم جديده ويعني اشياء متطوره حتى بالمستشفيات مو موجوده وموجوده عندنا بالكليه هو ما في نقص بالمنهج نفسه بس المشكله انه في احسن فليش ما ناخذ الاحسن وين أي. الاحسن؟ الاحسن هو البرنامج انه تغيير برنامج من بكالوريوس علاج طبيعي لدكتور علاج طبيعي دكتور علاج طبيعي أي. بس اتوقع هم تحتاجون يعني هل هو تقدر تكمل هذا التخصص ماجستير او دكتوراه؟ فاتوقع يحتاج تكثيف الاربع سنين هذه لازم ست سنين تصير خمسة خمس سنين انت برايك السنه الزياده هذه ممكن تخ... هو عالميا تكون خمسه عالميا خمسه خمسه ولكن نعم. بالكويت اربعه اي خمسة ويتخرج دكتور بالفرق سنه أي. يتخرج اي, أي. فرق <applause> سنه حلو ارجع لك اختي هبه لو تكلمنا عن الصعوبات اللي تواجهونها ك... خاصه تخصصك لو تتكلمين عنه اول شيء احنا تخصصاتنا كلها مظلومه بشكل عام من ناحيه مم. الاعلام والصحافه مم. فعشان كذي احنا كصفه يعني رسميه للجمعيه مم. قاعدين نحاول نطلع الكليه بصوره حلوه حق الخريجين بالثانويه وغيره وإن شاء الله تو برنامجكم يعني خير ان شاء الله اكيد يعني نتشرف بتواجدكم والرساله اللي توصل بنهايه هذا منبر الشباب في برنامج رايكم شباب على شاشه الراي نتشرف في كل تواجد في ناس تقول انتم مرات هذه الفئه سواء المشاركات التطوعيه وغيرها تكثفونها احنا نكثفها لان بالنهايه تبي توصل رساله ساميه برفع مستوى الشباب وانتم قادرين باذن الله تعالى وتشوفكم من الخريجين الاوائل فراس ارجع لك مره م. ثانيه نتكلم عن المشاكل تحديدا يعني نشوف قابلنا بعض الكليات اللي بشويه تحتين كليه الاداريه والاجتماعيه وغيرها من كليات في جامعه الكويت يواجهون مشكله كلها مصافط ماكو دكاتره شعب مغلقه فشنو المشاكل الرئيسيه مثل يعني بما نقول مقارنه بهذه المشاكل اللي تواجهونها في كليه الطب المساعد. اوكي المشاكل تنحصر بالدرجه الاولى للطلبه المستجدين. المشكلة هذه ان كان الطلبه المستجدين من السنه الاولى يروحون للخالديه. يروحون الخالديه ياخذون مواد الجنرال هي الكيمياء والبيولوجي والفاينايت ويا الفيزكس. الحين نص المشكله انحلت باقي النص الثاني هو نجيب اللابات في باقي مشكله اللابات ما الكليه الحين قاعد يعني نشتغل عليها ان شاء الله يعني هو عفوا بس فراس هو كانوا مقسمين اي يعني, يعني مكان شنو الطالب المستجد هي الصبح الساعه 8 يداوم انجليزي يخلص الساعه 10 يروح خالديه مم. يمشي على الرابع هالزحمه وهاللويه وهم الدش هم بالمصافط مو خالديه المشكله الكليه تشمل كليتين الهندسه مم. والعلوم اي نعم وراحوا هي مو مو كليتين هي كليات صحيح طب المساعد إيه ورا لان صوب الخط ايوه بالضبط مثل ما يقولون العلوم ترانزيت الكل يطب فيها صح مم. الكل يطب فيها شلون فهذا الدرب والزحمه يعني ابسطها راح تحل مشاكل مروريه مم. راح تحافظ على وقت الطلبه خطر الطريق الى اخره يعني بالتالي وخطر في ناس ما ادري ليش يعني يخافون من الخالديه كل ما تقول الخالديه يقول لك بالعلوم فليش ليش يا جماعه <applause> ليش اصبحت إحنا عندنا هذه المشكله لان زحمه, زحمة ويعني لا, لا يعني كلية لا نفسها تخصص العلوم يعني في ناس بس يقول لك لا دير بالك علوم بيولوجيه ولا رياضيه يطلعون حلو ارجع لك اخوي محمد لو تكلمنا طبعا هو اخوي فراس تكلم وجهة نظره بالموضوع فانت شنو تتوقع وجهه نظرك بالموضوع وكحل ولا انت شايفها؟ يعني على المستوى الاكاديمي؟ على المستوى الاكاديمي او منشأت يصير انتقل حق المستوى يعني الوظيفي ولا بالشغل بعدين احسن. نسلط عليه الضوء اساس اخر الوقت. مم. بالنسبه حق المستوى الوظيفي احنا يوم يوصلنا المريض عاده نواجه مشاكل شنو هي؟ بالضبط بقله عددنا. مم. لان قله العدد يعني المعالجين فتصير عندنا تراكمات بالمواعيد. يعني عادي مثلا عندنا عياده الاطفال بالطب الطبيعي. اساس تاخذ لك موعد بعد ستة اشهر. وشوف عاد اللسته ومع انه طفل فيحتاج انه في تكليف في يعني الموضوع وتحديد يحتاج انه تكون اول هذا بول. الموضوع طبعا مطول عبد الله ادري ودك محمد ودك تتكلم بس, بس احنا دائما <applause> الوقت الجميل <applause> معاكم ورساله ساميه ان شاء الله توصل عبر <applause> برنامج رايكم شباب وشاشه الراي دائما نقدم لكم كل ما هو مميز صراحه شرفتونا وكلامكم اكاديمي شرفتك. هذا دليل على انتم ما شاء الله عليكم مثقفين، شكر لك شهب العجمي امين سر جمعيه الطب المساعد وايضا عبد الله ابو سكر اخصائي علاج طبيعي ومحمد العنزي طالب علاج مهني وفراس البغلي طالب علاج طبيعي حياكم الله وتشرفنا فيكم. اكيد كل الشكر لكم وان شاء الله رسالتكم رسالتكم وصلت ورسالتنا احنا هم وصلت حق المشاهدين في وزاره الصحه فاحنا تكلمنا بالموضوع بكل حياديه والشباب وجهوا عن ارائهم في منبر الاراء للشباب في رايكم شباب يعطيكم العافيه مع السلامه. مع السلامه. thank you